القوة الأمريكية التي وصلت في 48 ساعة الماضية، سي بي اس نيوز نشر عملية الانتشار القتالي لها على الحدود الرومانية الأوكرانية على مسافة 3 أميال فقط. هل تعتقد أن هذه القوة الأمريكية ألا وهي النسور الصارخة قد تتدخل مباشرة إذا ما بدأت القوات الروسية، هي والقوات البيلاروسية، تتقدم إلى فولن وإلى لفيف، ستتقدم إلى الداخل الأوكراني؟ وألا تعتقد أن هذا الأمر قد يكون خطرا وقد يشعل حربا عالمية؟ نعم، الفرقة التي وصلت هي جزء من الفرقة 101 المجوقلة. هذه الفرقة كانت متواجدة في أوروبا في أثناء الحرب العالمية الثانية، وكذلك تواجدت في العراق وفي أكثر القواعد الأمريكية خارج الولايات المتحدة. هناك تواجد الفرقة 101 المجوقلة. هذه الفرقة باعتقادي إذا استمرت الحرب تقليدية بين أوكرانيا وروسيا، فإن حتى لو تدخلت بيلاروسيا وحاولت مع الجيش الروسي وحاولوا احتلال هذه المدن الحدودية لفيف والمدينة الأخرى، فإن الولايات المتحدة لن تتدخل، ولكن تستطيع دعم الجيش الأوكراني بالأسلحة التي من شأنها أن تستنزف القطاعات الروسية. باعتقادي الشخصي ومن خبرتي الغير بسيطة في هذا الموضوع، بأن القوات الروسية لن تجرؤ على نفسها الآن في فتح جبهة أخرى كبيرة على الجانب الغربي من أوكرانيا. القوات الروسية الآن تحاول الصمود في هذه المناطق وتحاول الدفاع عن هذه المناطق التي استطاعت احتلالها بكل الوسائل، بقنبلة تكتيكية نووية، بقنابل قذرة أيضا، قنابل فراغية. القنابل الفراغية هي من الممكن جدا استخدام القنابل الفراغية في هذه المناطق قبل، وهي أقل حدة من القنابل النووية. ولكن ما طول الحرب تقليدية فإن الولايات المتحدة لن تتدخل، ولكن لن تتدخل مباشرة بجيش أمريكي، ولكن تتدخل عن طريق الدعم المستمر للقوات الأوكرانية وكذلك للقوات المقاتلة على الأرض الشعبية التي تقاتل داخل أوكرانيا. هذه الحرب الولايات المتحدة تريدها حرب استنزاف لروسيا. ما دام هذه الحرب طويلة وطويلة الأمد، هي المستفيد الوحيد من هذه الحرب هو الولايات المتحدة الأمريكية. طول أمد الحرب سيغرق روسيا في حرب كبيرة، في وحل كبير لن تستطيع الخروج منه، وهو ما تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية. باستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية الآن تجهيز المقاومة والجيش الأوكراني بأسلحة فتاكة من شأنه إيقاف الحرب أو تغيير كفة المعادلة أو إنهاء الحرب بصورة سريعة. ولكن الولايات المتحدة طول هذه الحرب هو المستفيد الوحيد من هذه العملية. إغراق روسيا في وحل الحروب الداخلية وحروب الشوارع هو شيء مهم جدا للولايات المتحدة، استنزاف الاقتصاد الروسي، استنزاف كما تلاحظ أن روسيا بدأت تأخذ المسيرات من إيران، وهو تغير كبير في المعارك، وهو أن روسيا لم تعد تعتمد على الصناعات الروسية، وإنما بدأت تتجه إلى صناعات رخيصة لاستخدامها أو لاستخدام أسلحة الصناعات الرخيصة داخل المعارك مع أوكرانيا. باعتقادي الفرقة 101 هي تتواجد فقط في حالة حدوث تدخل نووي أو تدخل بأسلحة غير تقليدية داخل أوكرانيا. الولايات المتحدة لن تسمح، والمجتمع الدولي والناتو لن يسمح بحرب نووية أو بعلاء كفة الروس في هذه المنطقة، ولن يسمح للروس بالنصر مهما كان الثمن. الجيش كما تعلم قبل يومين أو قبل كم أكثر من 3 أيام جوزيف بوريل قام بالتهديد، قال أن لدينا أسلحة كافية وقادرة وقوية جدا لردع الجيش الروسي فيما لو أراد، وإننا لا نخدع. إن هذا الموضوع هو ليس موضوع خداع أو تمويه بامتلاك أسلحة، بل نحن نمتلك أسلحة، كما يقول أن الروس هم يمتلكون أسلحة، كذلك الناتو يمتلك أسلحة قوية وكافية للردع. الموضوع يتجه في اتجاه التصعيد. الروس لا يقبلون بالخسارة لا يقبلون الخسارة على أي وجه من الوجوه، لا يقبلون الخسارة بأي ثمن، ولديهم الاستعداد للذهاب لأي ثمن مقابل عدم الخسارة في هذه الحرب.